أكيد على أن هذا الأمسية ممكن الإنسان غير يكون سعيد. سعيد أن توج واحد مجموعة على الوجوه هي صراحة حصية شرف أن اشتغلت معه على جميع المستويات. كما قال حسين خميسات المدينة اللي هي ولادة زاد تاع اللاعبين اللي هما دازو كان ممكن أنه يعمل فعلا يسمح له واحد المستوى عالي أخص بالذكر عزيز الدراوي واللاعبين مع الأسف لما شفت المسار اللي كان كيحصل من فيوكي لكن هي هذه النية فيها قدوة كتبقى الآن الوجهة الثانية لواحد مجموعة اللاعبين اللي هما كانوا لاعبين الآن اللي هما مؤثرين وغادي يشد يتركون وإن شاء الله غادي يكونوا في مستوى كبير لأنهم مقتنعين بشيء اللي هو أساسي للتجربة كلاعبين وأنهم بدأوا التكوين ديالهم وبدأوا على المستوى الأمام القاعدي وهذا شيء مهم بالنسبة لأي إداري بالنسبة لأي مدرب اللي باغي فعلا أنا وصلت لمرحلة الأولى التوفيق لجنة المنظمة إن شاء الله السنوات المقبلة أنها فعلا تزيد من قيمة تاعها الدولية أنها قيمة تاع الحضور وشكرا. شكرا لك جان حسن من الاستعداد على استجابات ومعجول مستشار بجامعة خميسات يقدم له التذكار والجائزة تحت تصفيقاتكم مع السي حاج حسن مومن. شكرا لك السي حسن مومن على كل ما قدمته للرياضة الخميسات والرياضة الوطنية بصفة عامة. هو مبادرات عن خمسة مرات ويزيد ويتوقعوا في